بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثقافة ونبدأها بأبرز العناوين. اكتشاف محطة لوجستية على طريق النحاس قديما بولاية الضنك. بدء فعاليات الملتقى السينمائي الأول العمني. انطلاق الدورة 13 لمهرجان الشارقة للشعر الشعبي. أهلا بكم. السينما في الصحراء هو عنوان الملتقى السينمائي العماني الأول الذي اختار رمز الصحراء لما تشكله من قيمة أساسية للتجارب السينمائية في العرض والحوار الإبداعي. الملتقى الذي يستمر لمدة 4 أيام يستضيف نخبة من النقاد والمخرجين من داخل السلطنة وخارجها لعرض تجاربهم وفتح باب الحوار والمناقشة. السينما في الصحراء عنوان لملتقى سينمائي يمتد ل4 أيام متتالية في النادي الثقافي، وهو يستعرض أفلاما عربية وأجنبية جابت فيها الكاميرا أوساط البيادي. اختار النادي الثقافي يعني هذا العنوان كبداية للبرامج الفنية الثقافية التي تم اختيارها للإقامة في الكالندر أو الأجندة الثقافية هذا العام 2017. حقيقة الملتقى لمدة 4 أيام يتناول عدد من الأفلام السينمائية لمخرجين وكتاب مختلفين، يتم عرض هذه الأفلام وبعدها يكون هناك حلقة نقاشية يديرها أحد الأكاديميين ومختصين في المجال السينمائي. بدأت الفعاليات بعرض الفيلم العماني أصيل للمخرج خالد عبد الرحمن الزدقالي، واشتملت سيناريوهات أحداثه على تفاصيل انبثقت من الحياة البدوية في صحراء عمان. هذا الملتقى الحقيقة فرصة طيبة للفنانين والأدباء والكتاب والمثقفين عموما وللجمهور بشكل عام أيضا أن يستمتعوا بأوقات طيبة بهذا. فالسينما هي نافذة واسعة ونافذة عالية الجودة للمعرفة وللاطلاع. الهائمون وباب البحر ودروب عناوين لأفلام يستعرضها النادي الثقافي في هذا الملتقى، وكل أحداثها في الصحراء، والهدف هو نشر الثقافة السينمائية الجادة لدى الأجيال لتطوير الوعي بأهميتها. الملتقى السينمائي هذا الذي يستمر لمدة 4 أيام متتالية سيستعرض مجموعة من الأفلام وستكون محل للنقاش من قبل النقاد والمخرجين السينمائيين من داخل السلطنة وخارجها. إبراهيم بن سالم الهادي من النادي الثقافي مسقط. محطة لوجستية لتجارة النحاس قديما، هذا ما كشفت عنه التنقيبات والمسوحات الأثرية التي يقوم بها فريق من جامعة وارسو البولندية بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة. فيما يعرف اقتصاديا بالمحطة اللوجستية في عصرنا الحاضر، هذا ما وصف به خبراء الآثار الموقع الأثري الذي تيقن سكان بلدة قميراء بولاية ضنك إلى أهميته واعتنوا بمقتنياته حتى وصول المختصين. الأهالي عندنا كان عندهم إلمام يعني واعتقاد بأنه هذه تشكل يعني آثار لها مضمونها التاريخي ولها وزنها، فلذلك الحمد لله من بداية النهضة المباركة وتم الحفاظ عليها حتى أنه تجنبوا السكن قربها أو إزالة الركام أو أي ما يؤثر على هذه الآثار. البروفيسور بطرس من جامعة وارسو أكد على أهمية الموقع المكتشف على خط تجارة النحاس قديماً وإلى مقدراته التموينية في تلك الفترة من وفرة للمياه والحيوانات والمنتوجات الزراعية. تعتبر منطقة قميراء وعين بني ساعدة بقعة استراتيجية يتم بها تجميع خام النحاس قبل تصديره للخارج، فالموقع ملتقى للطرق البرية الرئيسية القديمة المؤدية إلى موانئ الخليج والجزيرة العربية والحضارات الأخرى في المنطقة. بعثة أثرية بولندية تنقب في المكان مع فريق من وزارة التراث والثقافة كشفت عن مباني حجرية تحتوي على صخور مقطعة بأشكال منتظمة يرجح على أنها نوافذ لقبور،
بالإضافة إلى صخور مجوفة تستخدم على ما يبدو لطحن القمح والحبوب، وتعود إلى العصر البرونزي في الألفية الرابعة والخامسة قبل الميلاد. وهذا الموقع عبارة عن واحد من أهم المواقع الأثرية في السلطنة العائدة لحضارة ماجان، الواقع على طريق التجارة القديم أو تجارة النحاس، طريق النحاس القديم، حيث لو تلاحظون أنه واقع على طريق وادي الفتح، وهو واصل لمواقع أثرية ومستوطنات من العصر البرونزي كمستوطنة بات وعملة وسلوت وفرق في نزوة، وأيضا في الميسر في ولاية المضيبي. الدراسات والبحوث أشارت كذلك إلى استيطان الإنسان لهذا الموقع على فترات وعصور تاريخية متعاقبة. شواهد تاريخية وحضارية هنا في هذه المنطقة تكشف عن حضارة ضاربة في أعماق التاريخ. محمد بن سعد العلوي من عين بن ساعدة ببلدة قميرة بولاية ضنك محافظة الظاهرة. تمكنت فرق الإطفاء الكويتية من إخماد حريق اندلع في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يضم دار الأوبرا من دون وقوع إصابات بشرية، حيث تم افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي دار الأوبرا الكويتية المتخذة شكل الجواهر من الخارج والطراز الإسلامي من الداخل في شهر أكتوبر من العام المنصرم، والتي تتألف من 3 مسارح ومركز للموسيقى ومسرحين ومكتبة للمؤلفات الموسيقية وقاعات للمؤتمرات والسينما والمحاضرات، إضافة إلى مبنى للمكتبة والمستندات وعدد من المرافق المختلفة. بمشاركة أكثر من 38 شاعرا وناقدا وباحثا، انطلقت الدورة 13 لمهرجان الشارقة للشعر الشعبي تحت شعار القصيدة الشعبية وجدان أمة، والذي يستمر لغاية 11 من فبراير الجاري. يشتمل المهرجان في دورته الحالية على أمسيات شعرية وندوات نقاشية تبرز دور الرواد المكرمين في هذه النسخة ومسيرتهم الأدبية، فضلا عن التجارب الشعرية المميزة التي ستطرح من خلال الأمسيات الشعرية. كما يسعى المهرجان إلى تبادل الخبرات ونقل الثقافات المختلفة والحفاظ على هوية ومنجزات الثقافة للحضارات العربية. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. فندق في اليابان يوفر لنزلائه الكتب الورقية التقليدية في تحدي للكتب الرقمية. أهلا بكم. يعاني كثير من الدول من التلوث ناهيك عن الازدحام الذي يؤرق المدن المزدحمة، وسعيا للحد من هذا الوضع تم إطلاق مبادرة لاستخدام الدراجات الهوائية في العاصمة العراقية بغداد لتحسين الصحة والحد من التلوث. في مسعى لتشجيع مزيد من الناس على الاقتداء بهم وانتهاج نمط حياة مفيد للصحة، استقل نحو 200 شخص دراجاتهم في مسيرة بشوارع العاصمة العراقية بغداد. وكغيرها من مدن كثيرة حول العالم، تعاني بغداد من الزحام والتلوث الناجم عن زيادة عدد السيارات في شوارعها، والذي بلغ نحو 3 ملايين سيارة. مبادرة المسيرة من بنات أفكار ذكرى سرسم نائبة رئيس مؤسسة برج بابل. مبادرة رح ندعو من خلالها إلى استخدام الدراجة كواسطة نقل خاصة المسافات القصيرة، تحل لنا جزء من أزمة الازدحامات المرورية، تحل لنا بعض
تخفف لنا من وطأة التلوث الدخان وكذا. هي محاولة لخلق صورة مدنية، خلق بيئة أفضل نقدر نقول، وبالإضافة إلى أهمية قيادة الدراجة كنوع من الرياضة لتحسن صحة الإنسان نقدر نقول. وتهدف مؤسسة برج بابل لتنظيم مبادرات بمسيرات مماثلة بالدراجات كل شهر في بلدات ومدن أخرى بالعراق، وترى المؤسسة أنها سوف تساعد أناسا مثل الطلاب على التوجه لمدارسهم وجامعاتهم بالدراجات للحد من زحام السير. وعلى الرغم من الوضع الأمني في بغداد، فإن صحفية عراقية تدعى أفراح شوقي ترى أن مبادرات مثل هذه تجمع الناس معا وتوحد صفوفهم. تبقى الحياة العراقية أقوى من كل أسلحة الناس اللي تريد تموتنا. باقين ونحتفل سوا ونلتم سوا والشمس تجمعنا وجوهنا مكشوفة ونحب بلدنا. صح مرينا بأزمات بس هاي تقوينا. لكن الكثير من الطرق في العراق في حاجة لترميم، وبالتالي فعلى مستخدمي الدراجات حاليا أن يكونوا أكثر حذرا أثناء سيرهم بها في الشوارع. عن بعد تعد هي الأحدث لوسيلة التزلج في لاتفيا، في قلب غابة صنوبر مغطاة بالثلوج على بعد 100 كيلومتر من العاصمة اللاتفية ريغا، التي شهدت أحدث وسيلة للتزلج بواسطة طائرات مسيرة عن بعد. ربما سمعتم برياضة الكايتسكي أو التزلج بمساعدة طائرات شراهية، ولكن ليس بالدرون بوردينج. المفهوم بسيط ويقوم على التزلج من خلال إمساك شخص أو أكثر حبلا أو حبالا موصولة بطائرة مسيرة عن بعد، غير أن العملية تتطلب جهازا قويا. تعمل شركة صغيرة في لاتفيا منذ عامين على تطويره. فكرة الدرون بوردينج أتتنا بعد ظهر يوم الجمعة، كان ذلك في فصل الشتاء وكانت لدينا طائرة مسيرة، فقلنا هيا بنا لنحاول. إثر تجربة باستخدام طائرة مسيرة صغيرة بأربع مراوح، قام المهندسون بصنع نموذج يزن 55 كيلوغراما ومزود ب 16 مروحة بطول 3 أمتار، جهاز يتمتع بطاقة كبرى بحيث تصل سرعته نظريا إلى 150 كيلومترا في الساعة، فيما سرعة المتزلجين في واقع الأمر لا تتخطى 60 كيلومترا في الساعة. وإلى دورها على صعيد الرياضات القصوى، يمكن للطائرة المسيرة هذه أن تستخدم في عملية الإنقاذ. تستطيع هذه الطائرة المسيرة رفع 145 كيلوغراما وبالتالي رفع شخص أيضا، فإن اندلع حريق في مبنى ما على سبيل المثال تستطيع الطائرة أن تسهم في عمليات الإنقاذ عبر نقل السكان من السطح إلى بر الأمان. كانت نتائج التجارب الأولى لعمليات الإنقاذ مشجعة، ولكن بمعزل عن المسائل المتعلقة بالسلامة وفعالية الجهاز، يشكل سعره العائق الرئيسي أمام تسويقه، فكلفة النموذج الأولي بلغت 35 ألف يورو، وقلة من الرياضيين المحظوظين يتمتعون باستخدامه راهناً. الأمر رائع، نتزلج بسرعة وإجراء بعض التحسينات يفتح أمامنا مجالات عدة. ويدرس القيمون على المشروع اليوم تحسين البطارية التي لا تخدم راهنا سوى 10 دقائق، خطوة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة أمام هذا الاختراع. في تحد لتيار الكتب الرقمية الآخذ في التنامي، يتجه أحد الفنادق في العاصمة اليابانية طوكيو لجذب نزلاء من الطراز القديم لا يزالون يفضلون ثقافة الكتاب الورقي التقليدي. في تحد لتيار الكتب الرقمية الآخذ في التنامي، يتجه أحد الفنادق لجذب نزلاء من الطراز القديم لا يزالون يفضلون ثقافة الكتاب الورقي التقليدي. وبخلاف جميع فنادق الكبسولة الشهيرة في اليابان، يقدم فندق بوكانديب طوكيو أسرة صغيرة للغاية متداخلة مع صفوف أرفف مكتبة كبيرة. كما تعج الجدران والسقف ومعظم أجزاء الديكور بمجلدات من مختلف الأنواع، والتي يصل عددها إلى 3200 كتاب بلغات مختلفة. كي أساي المدير التنفيذي لفندق بوكانديبيد طوكيو: سبب توصلي إلى هذه الفكرة هو رغبتي في البقاء في مثل هذا النوع من المهاجع، حيث يمكنك النعاس وأنت تستمتع بشيء مسلٍ. الفندق الذي افتتح قبل عام ونصف العام يضم 60 غرفة صغيرة للقراءة، بعضها مخبأ في زوايا بعيدة حتى تكون أكثر راحة،
كما أن كل غرفة مزودة بحشية ومصباح للقراءة. ويتراوح سعر الليلة في هذا الفندق بين 33 إلى 42 دولارا بحسب نوع الغرفة. وفي ختام أخبار الثقافة، هذه عادة لأبرز العناوين. اكتشاف محطة لوجستية على طريق النحاس قديما بولاية الضيف. بدء فعاليات الملتقى السينمائي العماني الأول. تلقى الدورة 13 لمهرجان الشارقة للشعر الشعبي. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة. نشكركم على المتابعة، في أمان الله.